صاحبين وبين رحاب الجمل حبيبتي واختي. صافي رب مفيش مشكلة، وبعتذر من القربة برضه، احنا دخلناها في مشاكل والله. بس يعني انا عندي كلمة واحدة للناس اللي بتقدر تشكي. طبعا من اجمل الحاجات اللي علمتها من الدكتور اشرف زكي ان احنا اخوات، ومشاكلنا المفروض تكون بينا وما تخرجش بره، والمفروض تكون لو صعبت قوي تكون من قبل النقابه بشكل مباشر وشكل رسمي. وتعلمت حاجات كتيره قوي، وانا وباسم اخوات، ومن اهم الحاجات اللي قالها لي استاذ اشرف الدكتور والاستاذ النقيب اشرف زكي ان باسم طيب ودمه خفيف، وساعات هزار احنا ممكن بعضنا ممكن يفهموا غلط. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جلسة الصلح كان بطلها الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بين رحاب الجمل وبين باسم سمرة. هنتكلم في الحوار بالكامل، بس قبل ده كله عايزاكم تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وهنبدأ على طول بسم الله. حاجة بس عايزة اقولها، جاتكم القرف انتوا الاتنين، شغلتوا الناس وشغلتوا الدنيا كلها بقالكم يومين، وهي تقول ده حشاش وبتاع مخدرات وبيجي سكران وبيعمل افعال وبيقول الفاظ منافية للاداب، والكاميرات فضايح يا جماعة فضايح، والكاميرات صورته وروحوا فرغوا كاميرات الفندق وانتوا هتتأكدوا اذا كنت انا بتكلم بجد ولا لا. وهو يرد عليها ويقول لها ازاي ده انا جايبك من اسم الشرطة، وجوزك كان بنتحل شخصية ضابط، ورحت عمل طلعتك من الشرطة من السجن قبل كده، وراح ردد عليها الكلام مش بفلوس يا جمالاوي. وبعد الحوار ده كله يجي يقول لك ايه؟ جلسة صلح بين رحاب الجمل وبين باسم سمرة. طب وعلى ايه ده كله؟ طب وليه ده كله من امبارح للنهاردة؟ كل الكلام اللي اتقال ده كان ايه؟ يعني احنا نفضل نقطع في بعض ونقول وننشر غسلنا المش نضيف على الحبال، وبعد كده نيجي مع بعض نحط ايدينا على كتف بعض ونتصور واحنا بنضحك؟ بس تصدقوا برضو باسم سمرة ده شكله رايح برضو سكران. بهزر، شكله كمان رايح عامل دماغ، يعني هو مش فارق معاه. طبعا كل الشكر طبعا للدكتور اشرف زكي ان هو لم الدنيا ولم الموضوع وخلى الدنيا تهدى شوية. بس بينه وبينكم الحوار ده كان في ان هي كانت عايزة تتشهر لها شوية، قالت يلا اطلع باي كلمة والسلام، وهو كمان بيعمل ترويج شوية للمسلسل اللي هو داخل فيه، ومش لقيوا حوار يعملوه على بعض غير هما الاتنين. بس ازاي يا جماعة؟ الناس دي ازاي بتشهر بنفسها وبسمعتها وبالفاظ اعوذ بالله علشان ايا كان ايه في الدنيا، اذا كان شغل ولا عمل هما شغالين فيه؟ يعني اكيد كلكم سمعتوا حوار هما الاتنين مع في برنامج عمرو أديب، لما كل واحد فيهم قال كمية ألفاظ بيئة عن التاني. بأمانة جاتهم القرف هما الاتنين. يعني أنا سامحوني يا جماعة أن أنا بتكلم بالكلام ده، بس أنا شايفة أن الناس من امبارح للنهاردة عاملاهم ترند، وعاملاهم كل ما تكلم حد يقول لك رحاب الجمل ردت، باسم سمرة رد عليها وقال كذا. ايه يا جماعة؟ وحياة ربنا عندنا مصايب اكبر من كده بكتير. خلينا نشوف كورونا، سبحان الله في ناس غالية قوي وعزيزة قوي وحنينة قوي وتستاهل كل الشكر والتقدير اتوفت وبتتوفى، وفي ناس وجعانة بمشاكلهم التافهة. خلينا نركز جدا في حاجات اهم، او حتى سيبونا شوية في كورونا اللي هتخلص علينا ديت، وسيبكم من المسخرة ومن قلة الادب. وطبعا ده وسط الوسط الفني معظمه حاجة قلة ادب ومسخرة ووقاحة، الا من رحم ربي علشان محدش يقول بتجمع الناس كلها. بس صدقوني هو في اكتر مما احنا بنعرف، يعني لولا ان الاتنين دول كشفوا الحوار وقالوا كل التفاصيل احنا ما كناش هنعرف اي حاجة. وعلى فكرة الافضل لينا ان احنا ما نعرفش اي حاجة، لان الحاجات دي لما بنعرفها بتقل مننا مش بتزيدنا. اهم حاجة بقى ان الحمد لله الموضوع اتلم
والدنيا هديت وبقوا كويسين، وكل الفضل يرجع طبعا للدكتور أشرف زكي ان هو هدى الدنيا ولمهم كده ولم الشمل من تاني. الراجل ده بيعمل حاجات حلوة كتير، يعني هو كان في عزا القدير القدير ربنا يرحمه هادي الجيار النهاردة، من الناس القليلة قوي في الفنانين اللي حضرت العزا، ودلوقتي في قعدة صلح كده وصلح خير وبنتصالح بين باسم سمرة ورحاب الجمل، اعتقد اسمها رحاب الجمل. الكلام مش فلوس يا جمالاوي. بشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، استنوا مني كل جديد، هنزل لكم كل حاجة جديدة. بشكركم على متابعتكم ليا، يا رب اكون عند حسن ظنكم. شكرا شكرا، سلام عليكم.